آخر إحصاء رسمي كامل وشامل صار في العراق في سنة 1987. بعدها بال 97 صار إحصاء لكن ما شمل منطقة كردستان الحالية، إقليم كردستان العراق، بسبب الظروف في ذلك الوقت. أنت تعرف حضرتك إقامة تعداد شامل لسكان العراق يعني راح تكون على إلمام تام وكامل بواقع العراق وفق بيانات جاية من الميدان، واللي بشر بالخير إن شاء الله هاي المرة إن شاء الله راح يكون الإدخال والإلكتروني والتحليل راح يكون عن طريق سيرفر موحد، فراح إن شاء الله نحصل على بيانات نقدر نستخرج من عندها معايير تنمية بشرية ونستفاد من عندها في مجالات التخطيط في شتى المجالات، تخطيط خلينا نقول السياسة الاقتصادية، السياسة المالية، نقدر نسيطر على البطالة، نقدر الخريجين الكثيرين اللي عندنا ما شاء الله ينتظرون تعيينات، وإذا عندنا تخطيط مبني على بيانات حقيقية وعلى معايير حقيقية التخطيط راح يكون سليم وراح يكافح بشكل أو بآخر، ولو هو قرار سياسي أيضا يكافح الفساد الإداري، الفساد الاقتصادي، الفساد المالي هنا وهناك بدون مسميات، لكن اللي يبشر بالخير أيضا يعني التخطيط راح يكون مبني على evidence based decisions، قرارات وتخطيط مبني على بيانات علمية حقيقية من واقع العراق. فيما يخص السكنيات والعشوائيات، لأن هذا التعداد شامل، ليش يسموه شامل؟ حتى يشمل المساكن، يشمل كل مرافق الحياة. ليش قلت لك كان التنمية البشرية يشمل الإسكان ويشمل الاقتصاد ويشمل النوع الاجتماعي ويشمل التعليم الإلكتروني، يشمل كل شيء شامل.